يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الإخوان من يسافر لأجل أن يصلي التراويح خلف إمام معين في غير المساجد الثلاث، ويقول أنا لم أقصد المسجد وإنما أقصد الصلاة خلف هذا الإمام لأن صوته ندي أو غير ذلك، فهل هذا مشروع؟ هذا يتلذذ بالصوت فقط، يتلذذ بالصوت، فهو يسافر لأجل يتلذذ بالصوت. هذا لا، هذا لا ينبغي، هذا غلو، وهذا غلو بالشخص، وأيضا قد يكون يدخله شيء من الإعجاب أو يدخله شيء من، فلا ينبغي مثل هذا. صلي الإنسان مع المسلمين في بلده وفي أقرب مسجد إليه، وأما مسألة الأصوات فهذه لا تكون سببا في أن الإنسان يسافر وأنه يشق على نفسه أو يكون قدوة للناس. أيضا ربما يصير هذا في المستقبل أنه يفتح بابا للناس يسافرون يصلون خلف فلان وفلان، ويكون هذا من البدع، تطور إلى بدعة. نعم.